السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين وليزان، مرحبا بالجميع. اليوم جبت لكم التنقيط الوزاري لشهادة التعليم الابتدائي. دونك نبداو التنقيط. أولا كومبريونسيون دو ليكري، عليها 6 نقاط. سو تيكست بارل دان انيمال، عليها نقطة. حتى لو كتب بارل دو لو حسبناها، حتى لو كتب بارل وكتب انيمال وحدها ما كتبش توت لا فراس تنحسب، في كل الحالات تنحسب نقطة. السؤال الثاني فري او فو، عندنا الاولى فو وزوجة فري، عليهم 0.5 0.5، يعني نقطة كاملة. الا دار غير واحدة عنده 0.5. لي زادجيكتيف كاردينو، الا دار ان والان عنده نقطة كاملة، الا دار الان والكارونت عنده نقطة كاملة، الا دارهم للثلاثة ان ان كارونت عنده نقطة كاملة. يعني احنا ندو جوابين صحيحين، 0.5 0.5. الا دار غير واحد عنده 0.5. كاين بزاف اللي داروا غير 40 ولا غير 1، دونك هنا عنده 0.5 0.5. دونك في الكاتريام كيستيون عندنا لي زادجيكتيف دو كولور، يخرج واحد من هادو غري برون بيج عنده 0.5 واحد برك، وثاني لي زادجيكتيف بوسيسيف واحد منهم سا ولا سون عنده 0.5. يعني في السؤال الرابع كاين نقطه. سؤال الخامس اي يرجعها مكتوبه سون اس او ان تي، ما قبلناش سون اللي مكتوبه بالاو ولا مكتوبه بلا تي ولا، لانه هذا الفعل قراوه في السنه الرابعه والسنه الخامسه وهو من اسهل الافعال اللي يحفظها التلميذ في الفرنسي، دونك ما نقبلوش فيه الخطا، لازم اس او ان تي مكتوبه صحيحه عليها نقطه. في الفيمينا رجعنا سا، سا عليها 0.5 وغريز عليها 0.5، دونك نقطة كاملة في السؤال السادس. نزيدو نشوفو الآن التصحيح تاع لا برودكسيون إكريت. عندنا لا بيرتينونس دو لا برودكسيون، عندنا لو ريسبي دو تيم، معناتها احترام الموضوع، يعني حتى لو هضر على لا غازيل ولا ليليفون، حيوان ماشي مكتوب في لا بواط او في الجدول، يقبل لأنه في الموضوع، احترم الموضوع، عليها نقطة. لو نومبر دي فراز عليه 0.5. La cohérence, ça veut dire la progression des idées, l'afkar, عليها 0.25. Lexique thématique, يعني الكلمات اللي متطابقة مع هذا الموضوع، عليها 0.5. La correction de la langue, emploi du présent, لازم الأفعال اللي صرفها في الحاضر، عليها 0.75. وكي يستعمل il ولا elle, la troisième personne du singulier, عليها 0.5. Perfectionnement, يعني حاجة روعة تكون. عندنا présentation et lisibilité، ça veut dire دير العنوان، الجمل دير ماجيسكول والبوان، يعني جمل مكتوبه يعني كتابه جيده 0.25. هذه illustration احنا ما درناهاش، دونك هنا 0.5 داكوغ. illustration اللي هي الصوره ما يتحاسبش عليها لانه في الاول ما حطوش الصوره، دونك نورمالمون ما يحاسبوكمش على illustration. واش نقول لكم؟ نقول لكم بلي كاين بزاف ناس دات 10 ما شاء الله، كاين نقاط ما شاء الله، يعني كاين ناس بزاف اللي خدمت، وان شاء الله غادي تفرحوا بوليداتكم، نفرحوا كامل وان شاء الله بالتوفيق ليهم، ونقول لكم الف مبروك، وان شاء الله نشوفكم في الاولى متوسط. الله يعطيكم الصحه ونشوفكم تري بيانتو فيديو جديده.